خلوده شفت شو صار؟ الله خلوده انتبه شفتها هي هي عم تطاردني. نعم من هناك؟ تعال ايها الطفل سوف انتقم منك. هيا هيا تعال معلمه. روح من هون ما بدي اتركني بقى. بعد صرتي معلمه شريره. يا ريت صير معلمه شريره. خلص اتركوني بحالي انا بطلت درس حدا. تركت المدرسه انا. انا بطلت درسكم كلكم. انا معلمه سيئه بطلت احب حدا انا ابدا. بطلت اجي انا على المدرسه. لا تتصلوا علي وتدقوا لي. انا بطلت درسكم. روحوا شوفوا غير انسه. انا كثير تعبت من المدرسه. لا حدا يتصل علي بقى. حاج بقى تتصل علي. انا ما بدي درس حدا. حاج بقى تدقوا لي. انسي يا انسي رحت لعندك على البيت ما لقيتك. ليش عم تلحقني لهون؟ قلتلكم لا تجوا. ليش تركتي المدرسه؟ انا بحبك كثير يا انسي. كنت على البيت ما شفتك. لا تحبوني. انا ما بدي درسكم. تركت المدرسه كمان. ما راح اروح من هون لحتى اخذك بها المدرسه. انا ما بدي اروح. روحوا من هون ما بدي. تركني بقى. العادي صرتي معلمه شريره. يا ريت صير معلمه شريره. معلمتي صايرة شريرة. ما رح أروح على البيت لحتى أراقبه. في إشي غريب بس أنا ما عم بعرفه. يا الله مستحيل. السحرة اللعينة عم تحكي مع معلمتي. أنا الساحرة اللعينة شريرة. وأنت لماذا لا تدرسين الأطفال؟ نعم أنت معلمة سيئة ولكن سوف أنتقم منك. نعم سوف أحولك إلى معلمة شريرة ديليت. خذي هذا. نعم لقد حولت هذه المعلمة السيئة إلى معلمة ديليت الشريرة. نعم لقد انتقمت منك. يا الله مستحيل. الساحرة حولت معلمتي إلى معلمة شريرة ديليت. نعم من هناك؟ تعال أيها الطفل سوف أنتقم منك. هيا أيها المعلمة. ألو بابا. هاي السحرة اللعينة حولت معلمتي إلى ديليت إلى معلمة شريرة. بابا يا خلودة ليش هيك صوتك؟ يا الله السحرة اللعينة أنت موجود عندها؟ شو عم تعمل عندها يا خلودة؟ وأنا ما بعرف شو رح أعمل. رح أبعت لك الموقع تيجي على السريع. أنا كتير خايف يا بابا. السحرة الشريرة موجودة هون. معلمتي صارت معلمة شريرة ديليت. معلمة ديليت شريرة؟ يا الله شو عم تحكي يا خلودة؟ ابعت لي على السريع الموقع. ايه ابعت لي الموقع على السريع وانا رح اتصرف. يلا يا بابا على السريع انقذني الي ولمعلمتي. رح ابعت لك الموقع فورا. يلا سلام. رح ابعت الموقع لبابا على السريع. يا الله سمعتوا شو خبرني خلوده؟ السحرة اللعينة حولت المعلمة الى معلمة ديليت شريرة. لازم انقذها باسرع وقت وانا تحمست كتير وخلوده رح يبعت لي الموقع. يا الله انا كتير تحمست. اذا تحمستوا مثل حطوا لايك اشتركوا بالقناة على السريع. طبعا بعد عذاب طويل وصلت على النقطة والمنطقة اللي بعتني عليها خلودة والموقع اللي بعت لي اياه. يا الله انا تحمست كتير وكلياتكم سمعتوا شو صار. كيف هيك تحولت الى معلمة طيوبة وحبابة وكويسة الى معلمة شريرة. وهي المعلمة الشريرة اسمها ديليت وكلياتكم بتعرفوها. هي شخصية من شخصيات اللعب المرعبة. يا الله انا تحمست كتير لاشوف منظرها لهي المعلمة وكيف رح نساعدها. ما بعرف مستحيل. شو هاد؟ سمعان صوت؟ في صوت؟ في صوت قريب كتير. خلودة عم تسمعني؟ يا الله وينو خلودة؟ وشو هذا الصوت؟ وهذا الموقع اللي بعت لي يا خلودة؟ لازم استكشف شو هذا الصوت اللي اجا من هون. مستحيل سمعان صوت غريب. ما عم تسمعوا انتو؟ يا الله شو هذا الصوت؟ مستحيل. شو هاي المنطقة؟ يا الله مستحيل. خلودة تعال يا خلودة. ليش متخبي يا خلودة؟ وخبرني شو صار معك على السريع. السحرة حولت إيه؟ ديليت. حولتها الى معلمة ديليت شريرة. وين هلا هاي المعلمة يا خلودة؟ من هذا الطرف بتلحقني. عم تطاردك هاي المعلمة ديليت شريرة؟ يلا يا خلودة على السريع خلينا نطلع نقضي عليها. يلا. يا الله خلودة انتبه شفتها هاي هي عم تطاردني. يا الهي خلينا نتخبى على السريع يا خلودة. يلا يا خلودة على السريع. شفتها؟ يا الله منظر مرعب. وين نروح؟ يلا 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 السريع على السريع بتطاردنا. الله خبى مطر. مطر يا خلودة. مطر هون. مطر شفتها اجت يا خلودة؟ بابا اجت وطي صوتها. بصوص يا خلودة بص وصلت لعنا. منظر كثير مرعب. شفتها؟ يا الهي منظر كثير مرعب. راحت راحت يا
يا خلودة، خلينا ننزل على السريع، خلينا ننزل على السريع. ارقود ارقود يلا يا خلودة على السريع، واخيرا هزمنا منه. يا الهي شو هاد جيري، شو عم تعمل هون يا جيري؟ يا الهي جيري عم يعزف هون على الجيتار، شو القصة يا خلودة فهموني؟ يا الله شو هاد؟ مرحبا يا جيري. اهلا بك يا احمد، كيف حالك يا احمد؟ نعم انا جيري، ماذا تفعل هنا يا احمد؟ نعم يا جيري انا احمد، صار معنا قصة كتير غريبة. الساحرة اللعينة حولت المعلمة الطيوبة الى معلمة ديلات شريرة. نعم حولتها هي الساحرة، ومثل ما لك شايف انا وخلودة عم ننهزم منها لهي الساحرة اللعينة. نعم يا احمد اسمع سوف اساعدك يا احمد، نعم يا احمد اسمع سوف اساعدك. اترى هذا الكتار الذي اعزف عليه؟ نعم شو قصته خبرني. نعم انه كتار، انه كتار مسحور. ان اخذت هذا الكتار وعزفت عليه سوف تعود الى طبيعتها المعلمة الطيوبة. يا الله سمعني شو عم يخبرني سمعان يا خلودة. يا الهي طيب بنحسن نستعيره منك وناخده ونقطع لهي الشريرة ونرجعها لطبيعتها المعلمة ديليت؟ شكرا لك. نعم يا احمد سوف اعطيك اياه، خذ يا احمد تفضل. شكرا لك شكرا. يا الله جيري اول مرة بيعمل معنا خير، وسمعتوا شو خبرنا، لازم نعزف انا وخلودة على هذا الكيتار اذا شفناها للمعلمة ديليت. يا الهي انا بتشكرك كتير يا جيري، شكرا لك. بس خلصنا منه رح نرجعه. اكيد هذا طالع خلودة الحان، وهي الالحان ما بعرف شو قصتها. اسمع في شي غريب يا خلودة. يا الهي شكرا لك يا جيري، نحن بنتشكرك، مع السلامة. لازم يا خلودة بأسرع وقت نشوفها لهي المعلمة ديلات الشريرة ونرجعها لطبيعتها. وهي أنستك ما يا خلودة، هي معلمتك. يا الله هي معلمته لخلودة اللي متحولة لمعلمة ديلات شريرة، ومثل ما شفتوا اللي حولتها الساحرة اللعينة. يا الله لازم بأسرع وقت الرجاعة يا خلودة. ارقود ارقود يلا يا خلودة، واخيرا شفتها. انتبه يا خلودة رح اعزف مثل ما خبرني جيري، انا بفرجيك يا لعينة. بسم الله. خلودة عم يطلع دخلي من تحت الارض، مستحيل، لازم اكتر العزف. مستحيل يا الله. خلودة شفت شو صار؟ مثل ما خبرنا جيري رجعت لطبيعتها المعلمة. كيف حالك يا معلمة؟ يا إلهي لو تعرفي شو صار معنا، هي هي المعلمة شفا، رجعناها مثل ما كانت. شو صار يا خلودة؟ انت احكي لها، بتتذكري شو صار معكم؟ الساحرة اللعينة بما انه انت صار عندك حقد من المدرسة وما بدك ترجعي على المدرسة، الساحرة حولتك لمعلمة ديليت. ايه مثل ما بحكي معك. الحمد لله رب العالمين، بعد ما رجعتي يا شفا لطبيعتك يا معلمة لازم ترجعي لطلابك، ومثل ما شفتوا خلودة رجع ليرجع للمعلمة ولكن ما رضت ترجع، وشفتوا الساحرة شو عملت فيها، ورح نسألها هل يا ترى رح ترجع إلى المدرسة أم لا؟ ايه رح ارجع درسها. إذا بدكن ياها ترجع على المدرسة وتصير معلمة صالحة غير شريرة حطوا لها لايك على السريع واشتركوا بالقناة.